منين كتدخل شي مرأة، أي مرأة عندها الدار ديالها بحال إلا مدخلها عندها عقرب، واخا كديرو في الطاسة وكتسد عليه كتقولك راني حاضيها مثلا، كيجي واحد النهار كتنسى وكتحل القرعة وكتخليها محلولة وكيخرج العقرب وكيلسعك. تنادي بجلالة الملك بسيدنا يساندنا في هذه المحنة، ومتسي الحموشي يتدخل والدارك ورجال الشرطة ديال القنيطة وجميع المغرب يتدخلوا باش نلقى ولدي أكرم. ولدي أكرم ما عرفش واش نبقى ليه، ما عرفش واش ميت ولا حي. أنا من أرض واحد ما تناش عباد الله، ما بقيتش الناس ما بقيتش نشوفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيديرين أخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. كلكم على علم أخوتي المغاربة باختفاء الطفل أكرم في ظروف غامضة. الأم ديالو قالت بأن جارتها دات لها الطفل ديالها، سميته أكرم، يبلغ من السن سنتان ونصف، عنده عامين ونص الطفل هذا. قال لك جارتها داته لها، مولاي بوس الهام. الجارة سميتها خديجة. جيت باش نوركم بخصوص هذا الموضوع أخوتي المغاربة، عندي حقائق جديدة. أنا ما كنحل الكاميرا ديالي حتى كنجيب للناس المفيد، كنجيب حقائق جديدة، كندير الخدمة ديال ديتكتيف بريفي، محقق سري كيعاون الشرطة. ربما هذا الكلام اللي غادي نقول أنا غادي يقدر يعاون الشرطة، وكنتمنى الرسالة ديالي توصل للأم ديال الطفل أكرم. ولكن قبل ما ندخل في الحديث أخوتي المغاربة، خصني نبارك لكم العيد مبروك، عيدكم اللي دخلوا عليكم الصحة والهنا وراحة البال يا رب العالمين. لكي لا أطيل عليكم أخوتي المغاربة، نعود لكم القصة من طقطقة. السلام عليكم بلا زواق، كي كنقولوا بلا تزنديق باش تفهموا. خرجت الأم ديال الطفل أكرم، قالت لك بأن الإبن ديالي اختفى، شكون اللي داه؟ داته خديجة. فين داته؟ داته المولاي بوسلهام. هذا هو اللغز المحير، وهذا هو السر، هو كلمة مولاي بوسلهام. داكشي باش أنا هنا باش نوركم، كي قلت لكم وكنتمنى رسالتي توصل للأم ديال الطفل أكرم. غادي نهضر بدون تقطع إن شاء الله الرحمن الرحيم، بحال اللي كنتذكر معاكم في الحومة. مولاي بوسلهام باش معروفة؟ معروفة بالحريق، معروفة في المغرب كله بالحريق، فيها السمسارة والزنادق اللي كيتاجروا بالبشر، كتسمى التجار بالبشر. شنو هو التجار بالبشر؟ هو أنني كنديك لواحد المحل وكنسد عليك 10 أيام أنت وناس أخرين، وشي ما كيعرفشي علاش ديك 10 أيام، باش نشد الفلوس على خاطري ونقاد الأمور ديالي، عاد نلحق في شي باطو مهلوك وتموت في وسط البحر ياكلك القرش. أنا جايكم دقة دقة باش تفهموني علاش كنقول لكم هاد الهضرة هادي. قال لك خديجة هزت 7 ديال المليون، ما هزتش الباسبور. يعني هذا الشيء هذا غير احتمال يقدر يوقع، حتى انا كنعطي فرضيات لعباد الله، هذا الشيء هذا يقدر يوقع. مشات كتجري بلا باسبور، ولكن دات الفلوس 7 ديال المليون لان شي واحد ضغط عليها عيط لها، شي واحد كيحرك عباد الله، لان هي قالت لك باغيه تحرك تمشي لبرا. ديجا على باز في الدماغ ديالها باغيه تمشي لبرا، وهي قريبه حدا مولاي بوسلهام وديك البلاصه اللي معروفه بالزنادق قلت لكم، ودوك الناس اللي كيديروا التجاره في البشر. شي واحد تلاقاته في شي بلاصة، حيت الإنسان في المغرب كيخدم مثلا في الشركة ديال الكابلاج، ولكن مسكين ما كيشد شي سالير كبير وتمارة، وكيبدا كيقول يا ربي عفو علينا يا ربي ندبروا على شي حرقة. كيسمعك شي واحد كيقول لك باغي تحرق، كيشدك من فمك، كتقول له ييه، لأن هذيك هي نقطة الضعف ديالك، تما فين كيلعب عليك الشفار والنصب. كيقول لك واخا ماشي مشكل، راه كاين واحد السيد راه كيديها مشحالها مشحال طقطق، حتى هو غادي يدي النصيب ديالو. كتقول له انت غير نقدني من هاد البلاد هادي الكحله، واخا ماشي هي بلادك حلال المغرب الحمد لله، قلنا لكم فيها الخير كاين كلشي، ما عندناش الحرب، علاش نعطي انا 7 ولا 10 باش نمشي لواحد البلاصه نعس في الكرتون. قال لها الحراقه جي لعندي، جيبي الفلوس واجي، حيت هادوك الناس اللي كيحرقوا الناس اصلا الا جيتي عنده كيقلبك، ما خصش يكون عندك لا باسبور لا تي شورقه، خصك تكون مجهول الهويه اكس، عاد كيشدك عنده في المحل، لان فاش كتحرق الا شدوك بالباسبور وعرفوك مغربي ولا يقدروا يردوك في اي لحظه، لان عارفين ان انت مغربي غترجع للمغرب ديالك. الا ما كانت عندك لا ورقه لا حتى شي حاجه كيحيروا فيك، ما كيعرفوا فين غادي يردوك، وكتبقى تالف تما في ديك لي زاسوسياسيون ديالهم في اوروبا، كتلاح من هنا ليه من هنا ليه، وكتنعس في الكارطون، والبوليس كيبقى حير كيقول هذا السيد هذا فين غنردوه، والقنصليه كيمشيو عندها كيقول له هذا السيد هذا ماشي ديالنا. هادو هما المشاكل اللي كيوقعوا للحراقه في اوروبا. لكن انتو كتلاحظوا اخوتي المغاربه، قال لك بان الطفل اكرم غابر هذه سيمانه هو وخديجه، سيمانه فين هما؟ ربما يكونوا في شي دار عند داك السيد داك الزنديق اللي كيحرق البشر، راهم تما في ديك الدار هذيك كياكلوا كيشربوا جالسين تما، على ما يتجمعوا كاع دوك الناس اللي باغيين يحرقوا ديك ال 15 واحد اللي داير معاهم هو ويشد الفلوس، عاد قلت لكم غادي يديهم في الليل للباطو عاد غادي يحرقهم. القضيه اللي كيسولوا عليها الناس بزاف،
انا جبت لكم الجواب ديالها. كيفاش هاد السيده باغيه تحرق وتدايه معها اكرم؟ علاش تدايه معها دري؟ اللي خصكم تعرفوا اخوتي المغاربه بان اي امراه حرقات لبرا بوحدها كتكرفسو تنعس في الزناقي، ولكن الا كان عندها ولد ديك الدوله مفروض عليها تديها الملجا، ما تنعس حتى نهار في الزنقه، غادي تاكل وتشرب في وجه داك الدري حيت عندها صبي، عندها دري. والقانون في اوروبا كيقول بان الدري ما خصوش يتلح في الزنقه، ما خصوش ينعس في الزنقه، خصو يمشي هو والام ديالو للملجا، وبالتالي تقدر دير حتى الوراق ديالها بسبب هذاك الطفل هذاك. انا في اوروبا مش حال من وحده كتنعس مع شي واحد اعز الله وقدركم في الحرام غير باش تحمل باش يكون عندها ولد، باش تلقى مسكينه بلاصه في المج باش تنعس حيت البرد في الزنقه. بما لاحظتوهش اخوتي المغاربه هو عدم تفتيش الدار ديال خديجه من طرف الشرطه، حيت الشرطه هي اللي عندها الحق انها تدخل الدار ديال خديجه وتفتشها، لان واحد السيد غايب ما جاش لواحد المده ديال سيمانه، الشرطه عندها الحق انها تجي للدار وتفتش، ما ربما تلقى شي دليل مادي، ولا يكون هو مقتول في الدار، ولا تلقى شي اثار مثلا اللي تقدر توصل للحقيقه. ماشي انا ولا انت اللي كتشوف فيا دابا اللي عندنا الحق ندخلوا للدار ديال خديجه، ما عند الحق حتى شي واحد يدخل للدار ديال واحد السيد هنا ما كانش من غير الشرطه. وهذا الشيء انا اللي يعني ما شفتوش، ما ذكروش، ما قالوش بان الشرطه راه جات ودخلت للدار. شكون اللي دخل للدار؟ خص الشرطه اللي خصها تدخل للدار ديال خديجه. شحال ديال الناس هضروا على الاحتجاز، قال لك بان الطفل اكرم مع خديجه محتاجهم شي واحد. خصكم تعرفوا اخوتي المغاربه بان احنا في المغرب ما عندناش الاحتجاز وطلب الفديه، داك الشيء مازال ما دخل عندنا المغرب، وكنتمنى من الله عز وجل ان ما يكونش عندنا داك الشيء في المغرب. الحمد لله على المغرب انه ما فيش الاحتجاز وطلب الفديه. هذا الشيء كيكون في المكسيك وكيكون في هايتي. في هايتي كتشدك عصابه ديك لي غونغ، كيشدوك لي غونغ ستاع، كيشدوك اوليدي العصابه كيديوك حيت انت مثلا باك لاباس عليه، كيديوك كيسدو عليك في شي بلاصه وكيعيطوا للوالد ديالك راه كيلعب الجولف، كيعيطوا له مستر جون الولد ديالك راه في الضيافه ديالنا راه شادينو، غادي تعطينا 100 مليون الا بغيتي الولد ديالك يرجع لك غدا، ولا غادي نقتلوه. يابا ما عنده ما يدير، كيبقى كيشوف حتى عيا كيسني لهم شيك، كيعطيهم 100 مليون كيطلقوا له الولد ديالو. في المغرب ما عندناش الاحتجاز وطلب الفديه، في المغرب حتى واحد ما يقدر يحتاجش شي مرا بالولد صغير، غادي يخاف، يقدر يحتاجها بوحدها هي، مثلا انه يغتصبها ولا تجلس عنده في البيت مثلا يهددها، مثلا يمارس عليها بالقوه عز الله وقدركم، ولكن ما يكونش معاه دري صغير غادي يخاف. غادي نرجع دابا ونعقب على الام ديال الطفل اكرم، حيت حتى هي كتلعب دور مهم في الاختفاء ديال الابن ديالها اللي كيبلغ من السن عامين ونص. كيف يعقل ان واحد المراه عندها دري عنده عامين ونص وكتديه مراه اخرى جارتها بداعي انها جارتها حتى المولاي بوسلام وبلا خبرها وما شافتوش؟ انا الولد ديالي صغير عنده عام ولا عامين، الا غبر عليا جوج ديال التواني غير في الدار كنتخلع، ياك ما طاحت عليه المقله ولا طاح عليه البراد. الدري اللي عنده عامين ونص كنراقبوه 100% ماشي 50%. الصباح حتى مشى غبر الدري، داتو معاه في الصباح مع السعود ونص ديال الصباح، عيطات لي مع العشرة ونص ديال الليل، قالت لي توقعي انا فين يلا تخيلي، قلت لها فين انتيا؟ قالت لي راني في مولاي بوسلام، قلت لها راه كديتيه بلا ليكوش بلا حوايج شويه سكت بقيت قالت لي شوفي الصباح غادي يجي، بقيت على اعصابي حتى الصباح، والبنت غاديه بالولد حتى لمولاي بوسلام ما تقوليش ليا واش مخرجاه من المدينه وما تقوليش ليا راني غاده. كيفاش ان الدري وصل حتى لمولاي بوسلام وانت ناعسه في دار غفلون، ناعسه على ودنيك المده من قنيطره حتى لمولاي بوسلام، على ما يشدوا الكار، على ما يوصلوا، على نقولوا ثلاثه ديال السوايع حتى لاربعه ديال السوايع، طريق المحطه ثلاثه السوايع والدري غابر عليك وانتيا ما مسوقاش، يعني ناعسه في دار غفلون، ما سولتيش في الولد ديالك في الفيلده ديال الكبيده ديالك، انت حصلتي الكذوب على هاد السيده هادي جارتك اللي سميتها خديجه، قلتي بانها كذابه كتكذب. انا حصلت الكذوب على واحد الشخص ولكن مازال كنتيق فيه في نفس الوقت، هذا في حد ذاته راه تناقض كبير. اي مراه كتدخل مراه اخرى للدار ديالها بداعي انها صاحبتها او كدير فيها الخير، فكتكون بهاد القضيه هادي خربت الاسره ديالها بيديها. الا بغيتي ديري الخير في شي مراه كديريه في اتساع وما توريهاش المراه ديال الباب ديال الدار ديالك. السيناريو الثاني، كما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه ان الام ديال الطفل اكرم قال لك بان الطفل اكرم متعلق بزاف بخديجه، ربما لهذا الشيء هذا بان الطفل متعلق بها بزاف وحباتو بزاف وكيحبها، ولات كتشوف فيه بحال الابن ديالها، تعلقات به بزاف وما سخاتش به،
وبغات تمشي شي بلاصه تخدم فيها، اما طنجة ولا بلاصه اخرى مثلا في الكابلاج، وهزات الولد وداتو. اذا خص الشرطه تقلب في مولاي بوسلهام والنواحي على دوك الزنادق اللي كيحرقوا عباد الله، ما ربما تكون محشيه في شي دار هي والطفل اكرم يحرقوا، ولا يقلبوا ويسولوا في الشركات ديال الكابلاج، حيت هي الا كانت غتخدم غتخدم في الكابلاج حيت عندها تجربه في الكابلاج، اما غتكون مشات لطنجة ولا الدار البيضاء. نعيا خوتي المغاربه نهضر معكم في هذه المواضيع هادو باش نوركم ونوقدكم، ولكن لا حياه لمن تنادي. عيت ما نقول لكم بان احنا في 2024، راه الوقت التخلطات، اللي بغى يدير الخير يديروه في اتساع. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع، وكنتمنى من الله عز وجل ان الطفل اكرم يرجع للاحضان ديال الام ديالو مسكينه، حيت الوالدين هما اللي كيقطعوا القلب في التالي. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.